السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما زلنا نسجل هذه الحلقة في منزل الأستاذ أبو مهند غالب القلقيلي في منزل الكائن في شمساني عمان. هذا الجزء هو الجزء التاسع. في الجزء الثامن أبو مهند انتهينا من الحديث عن البواريد اللي كنتوا تستخدموها، وكانت بواريد بايظة قديمة. قديمة. حكيت لي انت انه كنت تقاتلوا من خلال استحكام. ما هو هاي الاستحكامات مين بناها يعني وضعت الاستحكامات؟ على عجل. بعتقد انه هو نفس يعني اول شيء في متطوعين، نعم، في شك انه كان في ناس متطوعين من اهل البلد، نعم، عرفت كيف؟ وفي نفس الوقت باشراف او بنوع من الاشراف، وانه ما فيش الاشراف كما يجب، لكن من اللجنة العربية العليا اللي هي كانت هي يعني اللي تقود المسائل من النوع، نعم. متزعمة يعني للمسائل هذه، وما فيش غيرها كان طب كيف الاستحكام طبعا كان شكله؟ مساعدة الناس. نعم. استحكام عادي اللي على الأقل اللي كنا نروح له، استحكام عادي مبني من شو اسمه اسمنت مسلح، وكان تحت الأرض منخفض يعني في له بس محلات مشان طلقات يعني. مشان نحط فيها البارودة أو هذا، نطلق منها ونشوف بعدين اللي جاي واللي رايح. بس أكياس رمل كان كان يكون فيها؟ لا، ما هو لأنه هو مسلح، عرفت كيف؟ هو من الأسمنت اسمنت المسلح. مسلح. أيوة، شاركتوا أو شارك أهل يافا في بنائهم هاي ولا حتما يعني؟ يعني شوف، يافا كانوا في هالمسائل هذه يعني فعلا الأريحية والمشاعر الفياضة كانت متوفرة بشكل لا يخطر على بالك. الكل متحمس، لكن احنا كان بينقصنا قيادة، نعم. يعني كان بينقصنا تنظيم، كان بينقصنا تخطيط، هذه اللي كانت تنقصنا. ولا الشباب ما في أحلى من هيك ولا في أحسن من هيك. طيب كنتوا تشوفوا مقاتلين معكم أو مجاهدين من دول أخرى لا، احنا يعني انا عرب؟ شخصيا يعني ما وصلتش للمرحلة هذه، لانه انا مثل ما قلت لك انا سافرت قبل ما تصير لا، بحكي عن المعارك قبل، بحكي عن هذه. المناوشات اللي قبل لا، ال48. ما قبل ذلك ابدا ما كنا نشوف حدا ابدا. طب لما انتوا رحتوا على الاستحكام هذا واطلقتوا النار، كان لوحدكم يعني بقرار منكم انه يلا نروح نروح؟ يعني ما كانش يعني ضمن ما هو خطة؟ قلت لك ما فيش تنظيم، يعني الأصل لا في تنظيم ولا تخطيط ولا. الشباب متحمسين، كل واحد بده يعمل إشي، يتفقوا مثلا مجموعة اثنين ثلاثة من هالأصحاب من هذا، وتعولا تعولا نروح طب وين تتذكر نروح هاي نحن الحادثة، وين نروح. عفوا تتذكر الحادثة هي متى حصلت؟ حادثة إطلاق النار على والله على مش مصنع يعني البيرة. بعتقد بال47، بعتقد بال47. كان في بالشوارع تشوف مثلا حواجز ومتاريس لا و... لا، ما كانش ما كنت في يافا، ما كان ما في كنت يافا. تشوفها. لا طيب بدي أسألك سؤال هيك اعتراضي، إنه حضرتك غادرت بالضبط متى؟ تذكر والله التاريخ؟ مش متذكر، بس الاشي اللي بربطه فيه سقوط مطار اللد. انا نزلت من مصر من في القاهرة بعد ساعة يمكن أو ساعة وصولنا، قالوا لنا الآن سقط مطار اللد في إيد اليهود. نعم هذه متأكد منها 1000000%. نعم عرفت كيف؟ مزارة دير ياسين ما تتذكرها؟ هذه لا أذكرها، لا لا أذكرها، لا أذكرها ولا أبدا. كيف أثرها على الناس ولا كيف؟ شو، ما في شك إنه أثرها كان يعني فظيع جدا، فيهاش كلام. بس ما هو لا أنا هو لما سألتك ما هو لأقول لك يعني احنا بنركز على شغله، هو كم مجزرة دير مجزرة دير ياسين، بس مرات بنركز على بعض شغلات احنا، نعم. وبعدين المجازر كانت وما زالت حتى الآن تحدث يوميا. يعني ايش اللي بيخلي مجزرة دير ياسين لحالها؟ يعني زي بتعتبروها خلينا نقول عينة او شعار،
عرفت كيف؟ بس مش أكتر. أثرها إنه انتشر خبرها لا، ما هو وانتشر ما هو خطأها. يومي هذا كان يحصل، نعم يومي هذا كان يحصل. يعني هلا أهل سلمي وأهل العباسية هذول اللي أبدوا بسالة وشجاعة غير يعني لا تخطر على البال، نعم شو صار فيهم؟ يعني تغلبوا عليهم اليهود بالآخر. مظبوط. يعني هذه المجازر حدث ولا حرج، شو أصلا وجود اليهود ليش هو غير للمجازر؟ نعم من يوم ما أجوا حتى الآن في من وراهم غير المجازر؟ أبدا. بس يعني هاي بالذات المجزرة يعني أنا مثل أثرها ما قلت وصداها. لك، أنا شخصيا يعني مثل أي واحد بقرأ بالصحف عن موضوع، بقرأ عن موضوع مش أكثر. طيب بدنا نحكي المرحلة الحساسة، مرحلة الخروج من يافا. نعم. وسقوط يافا. أنت ما كنتش، كنت بالقاهرة. بس يعني سمعت روايات مختلفة الحقيقة. أولا بهمني رواية والدك. مش مثلا والدي، ما هو والدي ما كانش موجود، كان معي في مصر. كان موجود كنت معك في أنا مصر. بس لا، الروايات اللي تواترت، خلينا نقول اللي قيلت لك قالوا شخصيا. اللي كان الكل يحكي فيها، يعني كان في هذاك الوقت كان جيش الإنقاذ، نعم، ما يسمى جيش الإنقاذ، أجا منه مجموعة على يافا، منهم عراقيين، وكانوا حتى الغالبية كانوا حسب ما قالوا إنه العراقيين، لأن العراقيين كانوا طول عمرهم الحقيقة يعني في هالمسائل دائما في مقدمة المتطوعين. فأجوا هناك وهم كانوا الغالبية، وصارت يبدو أنه صارت مناوشات بينهم بين اليهود ومعارك، خلينا نقول، خلينا نسميها، نطلق عليها معارك. لكن قيل والله أعلم أنه اختلفوا مع بعضهم، لأنه كان في بعضهم يمكن ناس سوريين وكذا غير شو اسمه، يبدو أنه اختلفوا مع بعضهم زي عادتنا العرب مع الأسف، أو لقوا أنه حالة ميؤوس منها بالنسبة لهم، لأنه جماعة يعني مش منظمين، مش أهم شيء إنه فيش عندنا لا تنظيم ولا تخطيط ولا شيء. نعم. وهدول جماعة متطوعين. إيش يعني متطوع؟ يعني واحد كيف اللي عم يصير في العراق، بيسحبوا حالهم بروح هناك، واحد بدافع شخصي بهدف شخصي بمأرب شخصي، بيحمل حاله بروح. فهدول مع الأسف إما إنهم وجدوا إنه الكفة مش رح تكون لصالحهم، أو إنه عملوا اللي بدهم إياه، لأنه قيل إنهم سرقوا بعدين من هالمحلات وكذا، وهم طالعين طبعا، عرفت كيف؟ فما بتقدرش تعرف ليش طلعوا أو كيف طلعوا، بس المهم هدول آخر من على حسب ما سمعنا من خرج. نعم. وطبعا بعدها لما هدول راحوا شو بقي الناس؟ شو بدهم يقعدوا يعملوا؟ اليهود طبعا هجموا، والناس طفشت اكثر شيء، طفشوا من وين؟ في البحر، لانه نعم. كان نيتر اللي هي في المنطقه الشرقيه من يافا اللي هي برا، هذه المنفذ الوحيد، وهذه ملطش، كيف عباره عن ملطش، يعني بده يمرق وطخوه لانه شارع فيش غيره، لا تمرق منه الباصات او السيارات، عرفت كيف؟ على مرمى الناتر اللي هي موجوده على الشارع نفسه، عرفت كيف؟ كانوا عاملينها المستعمره يعني مقصوده. فلذلك كان الهروب من وين اللي اسهل بالنسبه لهم؟ اللي هو البحر، عرفت كيف؟ اشي راح على الشمال على لبنان، واشي راح على الجنوب على غزه، ومنها على مصر طبعا. فهذه كانت الحالة يعني في هذه الفترة، هذه فترة ما قبل السقوط مباشرة. نعم. هيك كانت الوضع. وطبعا ما في لا جيش بريطاني، ولا من زمان كانوا تركوا الإنجليز، وبقينا على ما احنا عليه احنا واليوم. طيب أهلك كيف غادروا؟
أهلي يعني مين تبقى من أهلك أنت؟ راحوا برا طبعا، اللي هو أمي وأخواتي، أختي اثنين وأختي، وأختي الثانية هي وجوزها طبعا، طلعوا عن طريق البر راحوا على قلقيلية. طيب كيف وصلوا قلقيلية يعني حسب؟ زي بقية الناس، هاللي طلع بإيدهم يعني كيف هذه، لقوا سيارة، لقوا إشي يعني اللي يوصلهم، وصلوا لقلقيلية. طيب حكوا لك عن معاناتهم كيف وصلوا يعني؟ شوف، هي المعاناة هي هذه بدهاش يعني مثل ما بقولوا تفصيل، لأنه معروفة معروفة، وما فيش يمكن رواية إلا فيها المعاناة هذه بشكل مكثف يتكلم عنها، بس احنا ما نسمعها بس منك. أكيد معاناة. أنا ما كنتش موجود، يعني بنسمعها كيف رويت لك يعني. ما بقول لك أنا ما كنتش موجود، بس الأهم ما في الموضوع إنه طلعتهم اللي كانت يعني لا على البال ولا على الخاطر، أي كل اللي طلعوا ما كانوش حاسبين. قال لك في عنا جيش إنقاذ وخلص، وهينا قاعدين ودول بدافعوا عنا، غير الشباب طبعا اللي معتمد عليهم إنهم يدافعوا عن البلد برضو. لكن مع الأسف هذولاك انسحبوا وتركوا هذول مواجهة مصيرهم المحتوم، اللي هو في الشغيرو جماعة مسلحين منظمين بيخططوا، بيحسبوا كل خطوة حسابها، وإحنا جماعة على باب الله، ما فيش لا تخطيط ولا تنظيم ولا قيادة ولا إشي، شو بده يصير فيهم؟ فبدهم يطلعوا شذر مذر، كل واحد إيش الطريقة اللي بتخلصوا من اللي هو فيه بيعملها. فالمعاناة بدها أشي وصف، لأنه معروفة يعني، طيب خاصة بالنسبة إلنا إحنا يعني. طيب هم راحوا على قلقيلية، وين بقلقيلية عند مين؟ الوالد كان في له بيت في قلقيلية، يعني بيت ملك في قلقيلية، فبعتقد إنه نزلوا فيه أو نزلوا فيه، أي مش مهم هناك، لأنه بتعرف وتبقوا لأي سنة يعني هناك الحمولة بتعرف، وتضلهم يعني بيحموا بعض وبديروا بالهم على بعض. انت والدك لانه اصوله من قلقيلية؟ طبعا. نعم. فبقيوا فترة بسيطة بسيطة بعدين يعني. انتقلوا لنابلس. كم سنة ضلوا؟ ما بعتقد اشهر، مش سنين، اشهر، لانه لما جيت انا من مصر جيت لهم على نابلس، ما جيتش على قلقيلية. جيت على نابلس. تذكر باي سنة؟ كنت سجلت هذا بال 48 طبعا. بال 48 برضه؟ 48 روحت من مصر، كنت مسجل؟ كنت مسجل أنا في الأزهر. نعم. على أساس أنه مشان أخذ فيزا وإقامة بعدين. فلقيتهم في نابلس، ولما كانوا في نابلس من بين المدن اللي سقطت في هذاك الوقت كنت أنا موجود فيها، ويمكن واحدة منهم كانت في رمضان، في الفترة يعني في فترة رمضان، راحت الليد والرملي و شو بسموها هذه اللي في الشمال جنب حيفا، في قرية جنب حيفا، ايش اسمها، مشهورة جنب حيفا. طيب المهم هذه سقطوا في هذاك الفترة اللي انا كنت فيها، اللي وصلت، اللي وصلت فيها عند اهلي على نابلس، جاي من مصر. عرفت كيف؟ وصلنا بقى يعني كشباب مشان بدنا نلم معونات لهذول وكذا. فكنت انا من بين الناس اللي راحوا، كان في واحد من دار المصري غني معروف كان دائما يوزع، هو كان يتولى عملية يعني. انت لما رجعت من القاهرة رجعت على نابلس. عن اي طريق رجعت؟ استخدمت عن طريق الطيارة، جيت يعني على عمان. على عمان. وبعدين رحت على مطار عمان، ومن مطار عمان رحت على شو اسمه، على نابلس. على نابلس. وهناك كانت الحال، صارت حكاية بقول لك سقوط اللد والرملة وهذه القرية، وصلنا نوزع بقول لك عليهم الأكل، حطوهم في مساجد، حطوهم في يعني الناس اللي تهجروا في آه.
ووصل جزء منهم في انحطوا نابلس. طبعا. قامت بعض الهيئات الاجتماعية حاولت طبعا انه على الاقل تأمن لهم مسكن ومأوى وكذا، وبرضو اكل وشرب ونفقة. شو كان دورك بهاي الفترة انت؟ كنت ألم لهم مع غيري طبعا، مش انا مع اللجان يعني. مع الروح نحمل الاكل ونحمل هذا ونلف عليهم في البيوت او الجوامع. باي منطقة بالمناسبة بنابلس كنت؟ ما فيش منطقة. انت وين كنت في نابلس؟ وين ساكن؟ تذكر المنطقة الحي؟ ما عدت متذكر. بس كنت تلفوا على قريب من رفيديا او شيء يمكن. طيب على ما اذكر. ابو مهند كنتوا تلفوا انتوا والشبان؟ مجموع يعني مجموعات متطوعين. المجموعات متطوعين كلهم متطوعين. طيب هدول المتطوعين كانوا مثلا كان فيهم متطوعين من اللي تهجروا ايضا؟ لا كلهم من يعني من اللي كانوا موجودين في اوريدي في نابلس. في نابلس كنتوا تلموا لهم معونات من البيوت؟ مش بس من البيوت، من المؤسسات والمحلات. المصري الحج ايش اسمه كان مشهور من اغنياء نابلس ومن دار المصري. الحج ايش له اسم معروف، ومعروف من شخصيات نابلس المعروفة. كان هو يعني أكثر واحد يتبرع في المسائل هذه. طبعا ناس كتير من أهل نابلس. وين كانوا موجودين؟ تذكر لي وين كانوا؟ عسر. والله في مختلف المدارس هدول، يعني الجوامع والمدارس كلها، هذه كلها يعني تعبت فيهم، لأنه أنت مستقل أهل الدور الرمل اللي أجوا مشي. نعم. أشوا على نابلس مشي. اسم البلد هذه اللي بس في الشمال نسيت اسمها. طيب بركي ذكرتها خلال اللقاء. فالمهم كنا اللي منهم أكل وكذا، وحالتهم يعني حالة يقسى لها، حالتهم المادية والنفسية. في منظر عالق بذهنك من هاي المناظر تبعتهم؟ مش منظر، مناظر يعني إشي الحقيقة إشي مؤسف. شو بدك، ما هو احنا مثل ما بقول الشاعر تكسرت النصال على النصال، يعني قد ما مر علينا وقد ما شفنا، عرفت كيف؟ صار الواحد يعني نفسه تعودت او بطل كتير ينفعل، خلينا نقول، مع انه في قرارة نفسه في داخله، مش بس بنفعل بنفجر، لكن يبدو انه يعني بحاول انه يسيطر الواحد على نفسه وينسى او يتناسى المشاعر هذه، لانه تتكرر، كانت وما زالت حتى الان تتكرر نفس القصة. هلا اللي عماله يصير في فلسطين شو هو؟ مش نفس المآسي اللي عمالنا نحكي عليها هذه، بل ألعن وأدق رأبي. نعم. طيب هذا الحال طال معكم وانتم بتجيبوا لهم معونات؟ بعدها الحقيقة انتقلوا اهلي من نابلس لسبب او لاخر، بعرفش ليش، يعني لقرية بدية اللي هي قريبة من نابلس، عرفت كيف؟ قعدنا فيها فترة قريبة جدا، وهذه من الاشياء اللي بذكرها. اولا قرية بدية قرية صغيرة جدا. نعم. بعدين فيها منطقة مشرفة على الساحل، على البحر من بعيد، يعني بتشوف البحر كيف عالي هي. والبلد بسيطة صغيرة كتير، عدد سكانها قليل. أبوي وقتها استأجر بيت من هالبيوت القديمة هذه اللي عبارة عن إيش بسموها قمط، ولا إيش بسموه المبنى، كله غرفة واحدة بس طويلة يعني. ما شاء الله، على طريقة البنى الفلاحين زمان. فكنا أنا وإخواتي اثنين يعني نحتار وين بدنا نروح، فيش محل تروح له، وين بدك تروح؟ فيش لا أهاوي ولا حتى أهاوي، مع إنه إحنا ما كناش مش من رواد الأهاوي. كنا نحتار وين بدنا نروح. بعدين الوضع اللي إحنا فيه، وين مصيرنا؟ إيش بده يصير؟
انا اقول كان في تخطيط الي اني انا بدي اروح على مصر مشان اكمل تعليمي، ترجع ادخل الجامعه، عرفت كيف؟ اخواتي اثنين قاعدين، هم اكبر مني، والدك لا شغله ولا عمله، وين بدهم يشتغلوا؟ اني القريه ما فيها شيء شيء، عرفت كيف؟ طيب والدك وين كان؟ بس الحقيقه والدي موجود اوريدي، موجود، عرفت كيف؟ بس مثل ما قلنا يعني الموضوع انك تكون موجود في هالبلد الصغير جدا، بالاخص انا بالنسبه لي جاي من القاهره، جاي من القاهره، نعم، والقاهره في ذاك الوقت كانت قطعه من اوروبا، نعم، يعني زيها زي باريس وزيها زي شيء على احدث طراز، شيء ما بخطر على بالك. يعني هذه الاعلانات الضوئيه كانت موجوده فيها في هذاك الوقت، سنه 48 الاعلانات الضوئيه اللي بتشوفها هلا كانت موجوده عندهم. نعم. فالمهم تيجي من هالبيئه هذه، او على الاقل لو بدك تعمل مقارنه مع يافا، قلنا لك في يافا كان فيها كل العز وكل النغنغه وكل الاشياء موجوده، تيجي تلاقي حالك معزول في قريه صغيره ما فيش محل تقعد فيه زي الناس، عرفت كيف؟ بدك تضلك قاعد في هالبيت. فنطلع، كنا نطلع مثل ما قلت لك على منطقة المنطقة المشرفة على البحر، وتراقبوا البحر، مش نراقب البحر، نبكي على البحر. تبكي على البحر؟ نبكي طبعا على البحر هذا اللي بس من بعيد منشوفه. شو مسافة كانت؟ حوالي يمكن 15 ولا 20 كيلومتر بالنسبة لنا، بالنسبة للبيع على ما أذكر. فالمهم من الأشياء اللي بذكرها يومتها في هذيك الفترة بالذات في بدية، إنه عقدوا يمكن اتفاقية اللي هي اتفاقية الهدنة. نعم. مش عارف هي الهدنة الأولى ولا الهدنة الثانية. تعرف شو قلت لأخواتي؟ شوف سبحان الله، في هذاك الفترة في هذاك السن قلت لهم راحت فلسطين، راحت فلسطين. هذه شوف ردة الفعل لما صارت الهدنة، اللي ما بقول لك لأنه أجانا الخبر وقتها هناك وإحنا واقفين بيقولوا لنا هيك هيك هيك. صار مين اللي أجا خبرنا؟ قالوا اسكت، وهدول اتفقوا على هدنة. بقول لأخواتي راحت فلسطين، وبعدين صرنا نسترجع هالكلام، لقينا فعلا انه راحت فلسطين بداية من هذيك اللحظة. كنا في بدية سنة 48. طيب وبعد بدية؟ بعد بدية طبعا انا تركتهم ورحت، رحت مشان اكمل دراستي في مصر. كيف كنت تغطي تكاليفك يعني؟ والله شوف لأقول لك، التكاليف كانت الحقيقة رخيصة جدا بالنسبة لحساباتنا اليوم. بعتقد انه ابوي كان يبعث لي 10 أو 9 جنيه بالشهر، هذه بتغطي اول اشي اجرة البنسيون اللي كنا نازلين فيه. كنا مستأجرين في بنسيون غرفة بتغطي اجرة التراموي ذهابا وإيابا للمدرسة، كانت مدرسة بعيدة وكانت من أكبر المدارس في مصر، اسمها المدرسة السعيدية جنب جامعة القاهرة، وفي نفس الوقت بتغطي أكلنا وشربنا ولبسنا و و و كل ياته. وكانت يعني صحيح ما كناش نستمتع كما يجب، بس على الأقل الحد الأدنى كان متوفر. نعم. يعني كنت بتحس انه انت يعني ما بتشحدش، وفي نفس الوقت مش متنعم. شو درست هناك؟ انا ما هو اول اشي درست في، لانه اخذت سب ماتريكوليشن مش ماتريكوليشن، وبالتالي صار لازم اخذ توجيهي. نعم. دخلت المدرسة السعيدية مشان احصل على توجيهي، وحصلت على التوجيهي من المدرسة السعيدية، وبعدها دخلت كلية الحقوق. نعم. في بدايتها على السنة اللي بعدها سنة 49 يعني. نعم. المهم الميزة اللي كانت في هذاك الوقت الحقيقة، وهذه يعني شهادة للمصريين الحقيقة تذكر لهم،
كان في إشي اسمه الوافدين، مؤسسة الوافدين أو دائرة الوافدين أو هيك، كان لكل الطلاب غير المصريين اللي بيجوا من برا، عرب وغير عرب. نعم. عرفت كيف؟ نعم. فكانوا هدول بيعطوهم يعني إعفاءات وكذا وإلى آخره. فبروح الواحد بيقدم طلب، يعني الطالب اللي بده يحصل على المجانية بروح بيقدم طلب لإحدى الدوائر، مش متذكر إيش هي، دائرة أكيد في التربية يعني. فهذه الحقيقة ميزة كانوا فيها المصريين كرماء جدا جدا جدا، ويمكن حتى الآن ماشي يعني بينفقوا على. وكانت شو فكرة هذه الأيام، كان أول شيء عندنا دوامين قبل الظهر وبعد الظهر، كانوا يعطونا بالنهار كوباية حليب يمكن أو هيك إشي الصبح، والظهر يغدونا في المدرسة. تصور كانوا يغدوا الطلاب. وطبعا إحنا لأنه على حسابهم ما ندفعش إشي، شوف لوين. وبعدين يمكن كانوا يعطونا كتب مجانية، ويعني كان فعلا كرمهم حاتم. طيب أنت بهذيك الفترة فلسطيني، راحت مدينته وراحت أرضه، إيش كان الشعور المصريين تجاهك؟ والله شوف لأقول لك، المصريين مع الأسف في هذيك الفترة كانوا أبعد ما يكونوا عن فهم أي شيء اسمه عرب عربي. يعني نادرا ما تسمع إنه هذول بيعرفوا إشياء، كانوا بيقولوا شوام عنا الشوام. حتى كان في بتعرف الأزهر، رواق الشوام، رواق المغاربة، رواق يعني ما فيش مسميات تفصيلية لهذا فلسطيني، وهذا ما كانتش أصلا هذه موجودة كمان. فلذلك كانوا مع الأسف معلوماتهم عن فلسطين يعني تقارب الصفر. طيب كنت تتردد كل سنة ترجع على نادي؟ لا، ما هو أنا ما كملتش إيش؟ ما كملتش الجامعة الدراسة. ما كملتش الجامعة ليش؟ السبب الأسباب اللي زي بتصيب أي واحد منا. نعم. من هالجماعة اللي طلعوا. السبب إنه أنا لقيت في هذيك الفترة لما دخلت جامعة القاهرة، قالوا لي ومنهم زميلنا طاهر القليوبي، صديقنا طاهر القليوبي، نعم، عرفت كيف، قالوا الإسكندرية جامعة فاروق أرخص، والإسكندرية أرخص من القاهرة، وبعدين عدد الطلاب وهذا أهم إشي، وكان فيها ألفات سنة أولى، كان فيها ألفات يا زلمي، إشي مذهل كان لما تدخل على الكلية على القاعة، إشي عالم زي التراب. طب كيف وين بدك تروح بناتهم هدول؟ عرفت كيف؟ فقالوا لا، هذه جامعة فاروق في الإسكندرية جديدة ولسه عدد الطلاب فيها قليل، وبعدين الإسكندرية أرخص وأهدى وكذا، شو رأيكم نروح هناك؟ رحنا طلبنا نقل، انتقلنا لجامعة الإسكندرية. في جامعة الإسكندرية مشينا، عاد أنا كنت بدرس في الفترة اللي كنت فيها في التوجيهي، كان في مدارس اسمها مدارس فاكس في مصر، كانت مشهورة هذه، مدارس ليلية يعني، أو زي معاهد زي كليات هدول اللي بيعملوا دورات وشي. نعم. بتدرس فرنساوي، فأنا لأنه الحقوق فيها مادة فرنسي، نعم، وأنا مش دارس فرنسي، قلت بهالفترة هذه اللي بقى أنا في الجامعة في التوجيهي بدرس فيها الحقوق، مادة الفرنسي، مشان لما أدخل كلية الحقوق أكون ممشي فاهم حالي في مادة. وفعلا واصلت الدراسة فيها. فلما انتقلنا على الإسكندرية، والإسكندرية كانت رائعة جدا. نعم. عرفت كيف؟ من جميع الجهات، أولا من حيث مثل ما قلنا أرخص أولا، وثانيا إنه الكلية أو الجامعة، خلينا نقول جامعة حديثة، نعم، عدد السكان عدد الطلاب فيها بسيط، وبالتالي تقدر تفهم على الأستاذ المحاضر بمختلف المواد يعني. قعدنا فترة بسيطة،
بعدين ما هو أهلي كان وقتها انتقل للشام، انتقلوا من نابلس من بدية عفوا، آخر إشي كانوا في بدية، في بدية بالضبط، راحوا على الشام. على ليش؟ طبعا أبوه اللي بقرر، وهذه شغلته هو رب العيلة. فالمهم بالمناسبة كنتم مسجلين في لوائح وسجلات الأمم المتحدة أنتم كلاجئين؟ لا، ما هو أنا هلأ بقول لك على القصة هذه. المهم أنا لما شو اسمه لما رحت بعد ما نجحت في التوجيه ورحت هناك ودخلت قلت لك كلية الحقوق في جامعة الملك فاروق، ملك فاروق فبعد يمكن بدك تقول شهرين أو ثلاثة من دخولي فيها وماشي حالي ومن أحلى ما يمكن، بيجيني مكتوب في ليلة ما بقوله ما فيها ضوء قمر من أخوي الكبير، بقول لي في انت عارف كيف وضعنا المادي، ابوك بشتغلش، انا بشتغلش، اخوك ما بشتغلش، احنا مستأجرين شقة في المحلات الفخمة في هذاك الوقت في الشهداء في دمشق، الشهداء في دمشق، واجرة البيت يعني تعتبر صدوة 1200 ليرة شوي في هذيك الأيام أو 2000 1800 هيك إشي يعني مبلغ ضخم. فبقول لي حضر جنابك بدك كل شهر على الأقل 10 جنيه مصري، وهدول من وين بدنا نجيب لك إياهم؟ اسمع مني انضب وما بدك هالجامعة واسحب حالك وتعال على سوريا علينا حتى تلاقي لك شغلة وتسيبك من هالشغلة هذه. نعم. أنا قريت المكتوب طبعا المشاعر تبعتي انهزت هز، لأنه يعني نبهني لا إشي فعلا. طب أنا مشان خاطب جنابي يعني إنه ما تكون أناني مشان خاطب جنابي أنا أخلي أمي أبوي وأخواتي يقعدوا يتعبوا ويشقوا وبعدين لحد هلا ما اشتغلوش منهم اللي انبعتوا لي مصاري. نعم. وكلهم طلعوا طبعا ما انت عارف الطلعه تبعتهم. نعم. وكان هذيك الايام كان من المعروف اول ما طلعوا الفلسطينيين كانوا يقولوا انه كلياتها اسبوع ولا اسبوعين وراجعين. يعني الواحد ما يهملش هم انه لبكره ايش بده يصير، لا ما احنا راجعين. نعم. فهنا أخذتني الحمية، عرفت كيف؟ حملت حالي رحت أخذت كتاب نقل هذا من مين؟ من كلية الإسكندرية، كلية الملك فاروق لدمشق، لجامعة دمشق. الطريف في الموضوع وين؟ شوف القصص كيف. كان رئيس الجامعة السورية وقتها الدكتور إيش كاتب من الكتباء من الكتاب القوميين العرب و و و و إلى آخره، مسيحي هو الدكتور إيش اسمه نسيت، المهم ببقى أتذكر لك شو اسمه. هذا زلمة أنا كنت مثله مثل غيره يعني كنت أراسلهم باعتبارهم قوميين عرب وكذا، كيف كنا إحنا وإحنا شباب يعني متعلقين بهالكلام هذا البراق والحلو، عرفت كيف؟ فكنت ببعث له كتب إعجاب وهيك إشي، فقلت أنا هي هذا زلمة يعني بيعرفني. نعم. فلم بدي أروح أطرح عليه قضيتي إنه أنا تركت لأنه أهلي هنا ومش لاقين يبعثوا لي مصاري وبدي أسكن معهم هنا، بخفف على حالي نفقة وكذا، وكان يمكن التعليم عندهم مجاني في هذاك الوقت ما فيش لا رسوم ولا إشي. فحملت حالي ورحت لعنده قبل ما أجي كتبت له مكتوب قلت له إنه وضعي كذا 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 وأنا بدي أجي، وجيت رحت بدي أقابله، سكرتيره قال لا ممنوع تدخل، بصير ما بصير
صيحت بعد بقول ايش هالحكاية، دخلت عليه. نعم. قلت له انا فلان، يعني كأنه انا عاد هالشخصية. عرفت كيف هذاك الوقت؟ قلت له انا فلان، قال لي اه اهلا وسهلا، يعني تذكرني. فبقول له انا كتبت لك مكتوب في وضعي ما وصلك. قال لي انا قريت المكتوب لكن مع الاسف يعني افتكرته زي بقيه المكاتيب الثانيه، يعني عباره عن بتحكي في مواضيع ثقافيه وكذا الى اخره، ما كنتش يعني متوقع انه انت بدك اشي طلب او كذا. قلت له طب هي الطلب، هياته انا قصتي هيك هيك هيك. فقال لي مع الأسف الشديد والله إحنا يعني صدرت تعليمات بعدم قبول أي طالب جديد لأنه الوقت صار متأخر. عرفت كيف؟ وإحنا أسفين جدا. نعم. هذه كانت بالنسبة لي صدمة من أعنف الصدمات اللي صادتني في حياتي. من أي ناحية؟ من ناحية إنه أنا هذا بالنسبة لي كان مثل أعلى كقومي عربي. مفكر نسيت شو اسمه. المهم هذا ما قدرش يرتفع لمستوى انه يخالف التعليمات مشان خاطر قضية مثل قضيتي. عرفت كيف؟ نعم. هذه اللي أثرت عليه تأثير يعني عنيف جدا. بس المهم برضو أمر واقع تقدرش تغيره. طيب أستاذ أبو مهند، في عندكم جمعية بالأردن لأهالي يافا؟ في جمعية طبعا، كان في جمعيتين، واحدة واحد في غزة في الزرقاء وواحدة في عمان. اللي بعمان اللي في الزرقاء أقدم منها. نعم. يعني هي بدأت هناك ما زالت؟ كنت بالزرقاء ولا زالت. بعتقد ولا زالت حتى الآن يعني، بس نشاط التنتين والله مع الأسف مش هالنشاط يعني. من أي ناحية؟ يعني مش نشاط كما يجب أن يكون. عرفت كيف؟ يعني المفروض أنه يكون نشاط أكبر من هيك، ويخرج عن حكاية مين اللي بده يكون مسؤول في الجمعية، يعني هذه اللي هي المناصب السياسية خلينا نقول. عرفت كيف؟ لأنه مش المهم أنت وين موقعك في الجمعية بقدر ما إيش بتقدم للجمعية. وفي ناس بعتقد بيقدموا، ما في شك إنه في ناس بيقدموا أشياء ممتازة جدا. والحقيقة يعني أنا بذكر كثير من إخواننا جماعة يمكن النادي الأرثوذكسي أو هيك إشي، يعني جماعة بعتقد إنهم بيقدموا أشياء ممتازة على ما أذكر. طيب بدي أسألك سؤال الأخير، بدي أسألك عن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 صادر سنة 48، بيتحدث عن حق اللاجئ بالعودة زائد التعويض. شو رأيك بهذا القرار؟ أو كيف تفهمه؟ كيف قرأته؟ والله شوف لأقول لك، يعني هذه القرارات كلياتها عبارة عن قرارات خايبة زي اللي بيصدروها. هلأ بدك أنت، ما هو أهميته هذا القرار عمي إنه صادر عن الجمعية العمومية. والله عارف كم قرار صدر عن الجمعية العمومية بالأمم المتحدة سواء في قضية فلسطين أو في أي قضية أخرى في العالم فيها حقوق ونفذت. أعطيني إلا اللي بدهم إياهم هم، يعني بفرضوهم فرض بقلبوا الحقائق، مثل ما بنعرف يعني حكاية المعايير. نعم. مش معيارين، معايير. طب لو نفذ هذا القرار، هذا شوف لو لا مثل ما هذه بدها كلام، يعني بدها كلام انه حق مشروع. هذه انت بتقول حق مشروع، مين بدك يعني مين بيقدر يواجه حق مشروع؟ مين؟ نعم. مين هو اذا هذا حق مشروع لك؟ مين اللي بده يوقف وشك؟ المفروض انت طبعا اول واحد
انك تدافع عن حقك. اول واحد بده يدافع عن حقه هو اللي سلب هذا الحق، اول واحد. الباقيين برضو هاللي بيقولوا انه هذا حق مشروع، طب تفضلوا تعالوا طبقوا هالكلام، الكلام اللي انتوا بتدافعوا عنه وبتحكوا عنه وبتزوقوه حق مشروع. انا يعني بتعجب من هالقرارات اللي بيقولوها، هذا بيقول لك حق مشروع. طب ما هو طالما حق مشروع بده كلام، بدوش كلام، بده تطبيق. مين اللي بده يطبقه؟ مثل ما قلنا طرفين، الطرف الاول الشخص اللي سلب حقه منه هو الذي يجب ان يسعى للحصول لاستعادة حقه، هذا اول واحد. الشغلة الثانية اللي بيبعبعوا، سواء كانوا من اللي حوالينا يعني من قريبيننا او من عزوتنا او من امتنا او من هذول اللي عاملين حالهم زعماء في الديمقراطية وفي حقوق الانسان واضرب واطرح. طب ما تتفضلوا سعادتكم وتجبروا الشخص اللي اعتدى على حقوق الغير بانه يرجع حق الغير له، بس بكل بساطة. ابو مهند، لمين بتحمل مسؤولية النكبة الفلسطينية؟ اول اشي لنا احنا، اول اشي احنا المسؤولين عنها، بداش نقاش يعني. لانه يعني انا في يمكن في اثناء الحديث معك قلت لك انه مع الاسف ما كانش في عندنا لا تخطيط ولا تنظيم ولا رغبة في انه نعمل اشي، يعني ما كناش بنعمل اشي. لمين بتحمل؟ كنا بنخطب وخود بقى خطابات اشكال والوان زي العادي. طيب لمين بتحمل المسؤولية الثانية يعني اذا في، اذا بدك تسلسلهم لمين ايضا؟ لانه العرب، العرب طبعا العرب فيش فيها كلام، لانه يعني ما هو الواحد دائما بيفتش على اللي حواليه، مين اللي حواليك؟ دول العربية كليات اللي حواليك، بعدين هي اللي كانت تتنطع في هذيك الايام. مش قلت لك احنا كنا حاسبين حسابنا انه اسبوعين زمان ونروح؟ مين بده يروحنا؟ هم هدول اللي تنطعوا، الشاطر اللي كان يتنطع يقول بس انتوا ما عليكم. طب ماذا عن البريطانيين والاسرائيليين اليهود؟ يا اخي انا ما بلوم واحد عدو الي، انا ما بلوم عدوي. عدوي لانه قاصد يجي يأذيك ويعتدي عليك، انا بلوم حبيبي وصديقي وقريبي. هذا اللي بلومه، لانه هو اللي لازم يعمل الاشي، لكن هذاك عدوك. انا بلوم عدوي؟ ما بلومه، بقاومه اما ما بلومه. طب المجتمع الدولي حاليا بتحمله مسؤولية تجاه؟ طبعا طبعا، لانه شوف كل انسان، انا بحمل المسؤولية لكل انسان ممكن ان يصل له علم، عرفت كيف؟ علم من قريب او من بعيد انه في ناس مظلومين ومش عمال يساهم في رفع الظلم عنهم، كائنا من كان من اقصى الارض، سواء كان نشرت ولا ما نشرت، المهم انه يعني يصل الى علمه. مجرد وصول شيء ظلم وقع على انسان او على احد وهذا الانسان يجب مساعدته، ولا يمكن الا انه يجي ويساهم في مساعدته. نعم، دهش كلام، هذه مسؤولية عامة. نعم، لانه احنا مش بني الانسان كلياتنا. نعم. أستاذ أبو مهند، في نهاية هذا اللقاء بنشكرك كثير وعلى سعة صدرك، وبنعرف أنه طولنا معك كثير لأنه الحديث كان عن يافا، حديث ذا شجون يعني ذو شجون، وشكرا لك مرة تانية ويعطيك العافية. الله يخليك.